تعالوا نتكلم في الانكواليتيز او المتباينات. مش محتاجين طبعا الهيستوري وايه هو تعريفها، طبعا دي حاجات اساسيات وبديهيات. عمر احنا مثلا ما بنتكلم في المصدر على greater than or equal، الكلام طبعا ده مقدمة لكن طبعا مش هو ده الاساس. الرولز بتاعتنا مفيش كلام، كل ده سهل اوي ويعدي طبعا. الابليكيشن بقى، انا عاوز في الابليكيشن نركز بس على ايه، اتليست في مسألة اتليست، عشان دي اللي بتفرق ما بين مسألة انها equations ولا inequality. كل ده تمام اول ما نخش، ايوه اتليست اهي، اول ما نخش في الانكواليتيز يبقى نخش على الابليكيشن طبعا، لان الحاجات اللي فاتت دي كلها كانت اساسيات. اتليست اهي دي